السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأعزاء، أبناؤنا الطلاب والطالبات في مرحلة الثالث ثانوي، نحييكم مرة أخرى في برنامج مية على مية، والذي من خلاله نأمل ونتطلع أن تحصلوا على درجة مية على مية في اختباراتكم. متابعينا الكرام، طلابنا الأعزاء، هذه ثاني حلقات مادة الرياضيات، ونأمل أن تكون الحلقة السابقة قد نالت على رضاكم واستحسانكم وزادت من مخزونكم العلمي للمادة، كما نتطلع في هذه الحلقة إن شاء الله أن تكون حلقة مفيدة وتحمل في طياتها الفائدة المرجوة بقدر تطلعاتكم. في البداية أود أن أخبركم أنه قد يصيبنا الحزن والملل في بعض الأحيان من عدم فهم سؤال أو حفظ قانون، فقط ركز واستعن بالله وستصل إلى مبتغاك، واعلم أن الناجح هو من يستطيع أن يتغلب على الصعوبات التي قد تعيقه من خلق جو صحي للمذاكرة. أعزائي الطلاب، نذكركم بأننا نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على هاشتاغ البرنامج 100 على 100. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير وسنبدأ بإذن الله تعالى مرة أخرى. أعزائي المشاهدين، أعزائي طلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي، أهلا بكم من جديد. دعونا نذكركم بأننا نراجع وإياكم منهج الرياضيات، وسنركز في هذا الجزء على وحدة العلاقات والدوال الأسية واللوغاريتمية، ونذكركم بأننا نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على هاشتاغ برنامج 100 على 100. والآن نبدأ على بركة الله، نستكمل ما توقفنا عنده من التمارين. لو أتاك عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، مثال يقول: مثل الدالة y تساوي 7 أس x بيانيا، وأوجد مقطع المحور y وحدد المجال الدالة ومداها. لتمثيل دالة بالطريقة هذه يجب أن أحصل على نقاط أو الزوج المرتب لكل نقطة x و y. إذن نبدأ أولا نكون جدول، نضع قيم x عشوائيا ونوجد قيم y ثم نمثلها في الدالة. أولا نقوم بتكوين الجدول. وضعنا الجدول، وضعنا قيم x قيمتين بالموجب، لو لاحظ معنا قيمتين بالسالب وقيمتين بالموجب، هذه قيمتين بالموجب بالسالب وهذه قيمتين بالموجب، ثم نأخذ قيمة التي هي الصفر ونعوض بها في المسألة. نبدأ بالأولى، نأخذ سالب 2، لو أخذنا سالب 2 نعوض تصبح 7 والسالب 2 يطلع الناتج 0.002. لو أخذنا سالب 1 يصبح عندي 7 والسالب 1 ويصبح الناتج 0.14، هذا يمثل قيمة y وهذه القيم تمثل قيمة x. إذن نأخذ قيمة أيضا 0 تصبح 7 والصفر يطلع الناتج y. أيضا نأخذ رقم 1، بنجرب 1، نضع قيمة الإكس 1 تصبح 7 أس 1 يصبح الناتج 7. إذن نأخذ قيمة 2 ونعوضها مكان في الإكس تصبح 7 أس 2 يصبح الناتج 49. أبدأ بأول نقطة سالب 2 و0.02، وأبدأ أرسمها نقطة نقطة حتى أمثل الشكل البياني الظاهر أمامي. رسمت الدالة الآن ووضعت الجدول، هذه تعتبر دالة أسية، مثلتها بالطريقة هذه. إذا من التمثيل البياني للدالة يبين لي أن المقطع المحور y عند y تساوي سالب 1، إذا قطعنا الدالة عند إيش؟ عند موجب 1. إذا مقطع المحور y هنا عند إيش؟ عند الواحد. والمجال يعتبر إيش؟ المجال يعتبر اللي هو قيم x، جميع الأعداد اللي ممكن تأخذها ممكن تطلع معك في العلاقة الأسية. إذا جميع العلاقة، المجال جميع قيم r اللي هي إيش؟ جميع الأعداد الحقيقية. المدى يعتبر المدى، لو لاحظنا في التمثيل البياني نأتي في قيمة المجال، المدى يعتبر إيش؟ قيم y. إذا قيم y من صفر إلى ما لا نهاية، يعني إيش؟
الواي سيكون أكبر من الصفر. إذن تعريف المدى بيكون الواي بحيث أن الواي يكون إيش؟ أكبر من الصفر. إذن أقل قيمة ممكن تصل لها أكبر من الصفر ولو بدرجة بسيطة. إذن مثلنا التمثيل البياني، أوجدنا مقطع محور واي، أوجدنا المجال، أوجدنا المدى في الدالة الأسية. يقول حل المعادلة الأسية التالية: فقرة A 2 أس X يساوي 8 أس 3، وفقرة B 4 أس 2 N ناقص 1 يساوي 64. يجب أن نعلم أن المعادلة الأسية هي ما يأتي في الأس المتغير. إذا أتاني في الأس متغير فمعناتها هذه معادلة أسية. إذن يأتي يقول حل المعادلة الأسية، إذن أوجد المتغير أو أوجد قيمة الحرف في المعادلة الأسية. نأخذ الفقرة الأولى، فقرة A 2 أس X يساوي 8 أس 3. حل المعادلة هذه، أوجد قيمة X. إذن نوجد قيمة X يجب علينا تبسيط المسألة الموجودة الآن. يجب أن نبسط الثمانية لتصبح معادلة للجهة أو الطرف الأيسر. الثمانية هذه لو بسطناها لتصبح 2 ضرب 2 ضرب 2، يعني 2 أس 3. 2 أس 3، 2 ضرب 2 4، 4 ضرب 2 8. إذن تصبح الثمانية هذه نحولها إلى 2 أس 3 معناتها 8، والأس 3 ينزل معي هنا لتصبح 3 في 3 هذا العدد 3، نضرب الأس في الأس يصبح أس 9. الآن أصبح عندي 2 أس X يساوي 2 أس 9. الآن أقدر أختصر الأساس مع بعض، 2 أختصرها مع 2 تصبح عندي الإكس تساوي 9، وهذا هو حل المعادلة الأسية. فكرة ثانية أو فقرة ثانية، فقرة ب تقول أوجد أو حل المعادلة الأسية 2 4 أس 2 إن ناقص 1 يساوي 64. نفس الفكرة، نفس الفكرة عزيزي الطالب، يجب أن أختصر الـ 64 هذه وبسطها لأقربها من الأربعة. تصبح الـ 64 هذه هذه الـ 64 تصبح 4 أس 3. فعلا الأربعة ضرب الأربعة ضرب الأربعة ضرب الأربعة. إذن بسطنا الـ 64 تصبح 4 أس 3. إذن تأتي عندي يصير عندي 4 أس 3 هنا وهنا 4 أس 2 إن ناقص 1. أختصر الأساس مع بعض، الأربعة مع الأربعة لتصبح 2 إن ناقص 1 تساوي 3 بالطريقة هذه. أبدأ الآن أحلها طريقة معادلة عادية، أبدأ أحول سالب 1 لطرف الجهة الثانية، يصير بدل ما هي سالب 1 تجي هنا موجب 1 تصبح 3 زائد 1 4. إذن 3 زائد 1 تصبح عندي هنا 4، يصبح عندي 2 إن تساوي 4. أبدأ هنا أقسم الطرف الأيسر على 2، وأبدأ أقسم الطرف الأيمن على 2، أختصر 2 مع 2 تروح، يبقى عندي الـ N تساوي 4 على 2 تساوي 2. إذن ناتج أو قيمة المتغير في الدالة الأسية N يساوي 2. فكرة أخرى عزيزي الطالب، سؤال آخر، مثال جديد نأخذ. يقول استثمر حمد مبلغ 2025 ألف ريال في مشروع تجاري متوقعاً ربحاً سنوياً نسبته 4.2%، بحيث تضاف الأرباح إلى رأس المال كل شهر، كم المبلغ الكلي المتوقع بعد 15 سنة مقرباً إلى أقرب منزلتين عشريتين؟ إذن في الأمثلة المشابهة لهذا المثال يجب أن أفكر أفهم أخطط أبدأ بالحل، يعني ما أبدأ على طول مباشرة، يجب في البداية أن أفهم شو مطلوب مني، يجب أن أعلم وش اللي ممكن أني أوصل له. أول فكرة يقول أفهم أو كيف أوجد المبلغ الكلي المتوقع بعد 15 سنة من الربح، كيف أخطط؟ بما أنه يتم إضافة الأرباح إلى رأس السنة إلى رأس المال كل سنة، إذا أستعمل صيغة الربح المركب، قانون الربح المركب. مش قانون الربح المركب، قانون الربح المركب طبعا يكون عندي A يساوي B قوس 1 زائدا R على N أس N في T. طبعا البي اللي هي القيمة 25 ألف، الR اللي هي الربح اللي هو 0.042، الN
اللي هي عدد الأشهر في السنة خلال السنة 12 شهر. التي طبعا اللي هو عدد السنوات اللي ممكن أستخدمها 15 سنة بعد 15 سنة قانون الربح المركب. أعوض مكان البي بقيمتها 25,000، أعوض مكان الآر بقيمتها 0.42، وعوض مكان قيمة الإن بقيمتها 12، عوض مكان قيمة الإن تي 12 في 15، وبعدين أوجد الناتج. طيب فكرة جديدة، مثال جديد، سؤال آخر يقول حل المتباينة الآتية. متباينة فيها متباينة أسية، يقول 16 أس 2 إكس ناقص 8 3 أقل من 8. لو بحل المسألة زي كذا، أحاول أول شيء أني أبسط الأساس، أحاول أني أبسط الأساس عشان أقدر أساوي الأساس مع بعض. أحاول أخلي 16 للثمانية، أقرب 16 للثمانية. 16 ممكن أخليها إيش؟ ممكن أخليها 2 أس 4، 2 أس 4 فعلا 16. إذن 2 أس 4 نفسها، بدل 16 حولتها 2 أس 4. الآن أقدر أني فعلا أشيل الأربعة هذه وأضربها في القوس هذا كامل، تصبح عندي 4 في 2 8، وأربعة في 3 تصبح عندي هنا 12. إذن تساوى الآن الأساس، أصبح عندي الأساس هنا 2 أس 8 إكس ناقص 12، هنا 2 أس 3. أختصر الأساس مع بعض، يصبح عندي هنا 2 تروح مع 2، يبقى عندي إيش؟ يبقى عندي 8 إكس ناقص 12 أقل من 3. عندي صراحة عندي الآن 8 إكس ناقص 12 أقل من 3. أبدأ ذا الحين أضيف موجب 12 وموجب 12، يصبح عندي العدد إذا أضفنا هنا موجب 12 تروح 12 مع 12، إذا أضفنا هنا 12 تصبح إيش؟ 15. يصبح عندي 8 إكس أقل من 15. الآن أبغى أتخلص من 8. كيف أتخلص من 8؟ أبدأ أقسم هنا في على 8 وهنا على 8، تصبح عندي إيش؟ إكس لو قسمت هنا على 8، لو قسمنا هنا بدينا نقسم هنا على 8 ونقسم هنا على 8، لتصبح عندي 8 تروح مع 8 ويصير عندي 15 على 8. إذن الإكس تصبح إيش؟ الإكس أقل من 15 على 8. سؤال جديد، فكرة جديدة عزيزي الطالب، اكتب كل معادلة لوغاريتمية مما يأتي على الصورة الأسية. يعطيني الصيغة اللوغاريتمية ويبغى مني أحولها من صيغة لوغاريتمية إلى صيغة أسية. هذه الصيغة اللوغاريتمية لوغ 3 بالنسبة ل 729 تساوي 6، لوغ 4 16 تساوي 2. لو أحولها للصيغة الأسية أشوف العدد هذا اللي تحت، تمام؟ بالنسبة لي العدد هذا اللي تحت، أخلي العدد اللي تحت هذا يشيل العدد اللي فوق، يعني يصير 4 أس 2، يعني يصير 4 أس 2 يساوي 16. أعيدها مرة ثانية، لو بحول من صيغة لوغاريتمية إلى صيغة أسية، بيصير العدد هذا اللي تحت يشيل العدد اللي فوق، هذا اللي هنا يشيل العدد اللي برا، العدد هذا ثابت، 4 أس 2 يساوي 16. لو بجي هنا بيصير 3 أس ممتاز 6، 3 أس 6 يساوي 729. يعني الفقرة الأولى كما قلنا، أول شيء نأخذ اللي هو هذا العدد نخليه يشيل العدد اللي فوق، يصير 4 أس 2 يساوي العدد هذا ثابت اللي هو 16. إذن بالطريقة هذه 4 خليها تشيل 2 تصير 4 أس 2 تساوي 16. الفقرة الثانية نفس الكلام بنفس الطريقة بنفس المفهوم، أخلي 3 تصبح 3 أس 6 ممتاز 6، 3 أس 6 تساوي 729. إذن هذه الصيغة نسميها الصيغة الأسية، هذه الصيغة نسميها الصيغة اللوغاريتمية. إذن عزيزي الطالب، عزيزي الطالب، نأخذ سؤال جديد، فكرة جديدة، ما يقول اكتب كل معادلة أسية مما يأتي على الصورة اللوغاريتمية. يريد مني الآن العكس، يعطيني صورة أسية ويريد مني أن أعكسها إلى صورة لوغاريتمية. عندي المعادلة الآن موجودة 15 أس 3 تساوي 3375، عندي 4 أس نص يساوي 12، هذه 4 أس نص يساوي 2.
يريد مني أن أحولها إلى صيغة لوغاريتمية. قبل شوي قلنا العدد اللي تحت مع اللوغاريتم هو اللي يشيل العدد اللي فوق، وهذا ينزل نفس ما هو، يعني بتصبح عندي هذا الخمستاعش تنزل لوغاريتم لوغ الخمستاعش تنزل هنا تصير هنا 15، والثلاثة تطلع هنا يساوي هذه 3375 تنزل هنا، بحيث لو رجعتها بتصير 15 أس 3 تساوي 3375. يعني إذا الفقرة الأولى بيكون لوغاريتم 15 3375 يساوي 3. وبالنسبة للفقرة الثانية 4 أس نص تساوي 2، 4 أس نص. إذن الأربعة بتنزل مع اللوج تحت بتصير 4 مع اللوج تحت، والنص تطلع برا وتصير هنا 2 أرب لوج 4 بالنسبة لاثنين تساوي نص. فكرة جديدة، سؤال جديد نأخذ، يقول استعمل اللوغاريتم 4 بالنسبة للثلاثة تقريبا تساوي 0.7925. للتقريب قيمة لوج 4 تساوي 192. أولا أبدأ بالدالة المعادلة الأصلية اللي هي لوج لوغاريتم 4 بالنسبة لل 192. أبدأ أحاول أبسطها، كيف أبسطها؟ أخلي ال 192 هذه بالنسبة لي العدد، أحاول أني أفك أبسط العدد نفسه بحيث أني أخليه 4 أس 3 ضرب 3، بحيث أن 4 أس 3 تساوي 64، والثلاثة موجودة هنا 4 أس 3 ضرب 64 ضرب 3 بتساوي 192. إذن فكيت ال 192 صارت 4 أس 3 ضرب 3. الآن أستفيد من الخصائص اللوغاريتميات، هنا عندي ضرب لوغاريتم 4 هنا عدد ضرب عدد، إذا أستفيد منها وأحاول أفكها بتصير عندي لوغاريتم زائد اللوغاريتم، أفككها تصير لوغاريتم 4 بالنسبة لـ 4 أس 3 زائد لوغاريتم 4 بالنسبة للثلاثة. إذا استفدت من خاصية الضرب اللوغاريتميات، فكيت اللوغاريتم هذا عن اللوغاريتم هذا بالجمع، خاصية الضرب في اللوغاريتميات. طب الآن أقدر أستفيد من لوغاريتم بالنسبة لي لوغاريتم 4 بالنسبة للثلاثة، هذه موجودة أقدر أستفيد منها، أعوض مكانها بقيمتها هنا، صح؟ نعم صح. طيب هذه أقدر أستفيد منها في خصائص اللوغاريتميات؟ نعم صحيح أقدر أستفيد. إذا أصبح الأربعة هنا مع الأربعة هنا نحذفها وتصير إيش؟ تساوي 3. أرجع مرة ثانية أعيدها، لوغاريتم 4 4 على طول نأخذ الأس اللي فوق يصير عندي تساوي 3، وهذه بتصبح عندي تساوي 0.7925. إذا تقريبا لو زودنا 3 زائدا 0.7925 بتساوي 3.7925. إذا الناتج لوغاريتم بيكون 3.7925. نأخذ فكرة جديدة ومثال جديد وسؤال آخر، قول دون استعمال الآلة الحاسبة احسب قيمة لوغاريتم 4 بالنسبة للجذر الخامس لل 64. أول شيء الجذر الخامس قسمه بالنسبة لل 64، الجذر الخامس فيكون فيه صعوبة شوي بدون استعمال آلة حاسبة، لكن أحاول نيش أبسط، أحاول إني أسهل، أحاول إني أبتعد من الجذر الخامس أحولها إلى معادلة أسية، يعني بدل ما هي الجذر الخامس هذه عندي 64 الجذر الخامس أحولها 64 أس 1 على 5. كيف؟ هذه الخمسة وهذا الواحد هنا، إذا ما في شيء معناتها واحد، صح؟ يكون عندي هنا العددين هذه، تصير لو وقفناها على بعض بصير الواحد على 5. إذا 64 أنزلها هنا وتصير 1 تقسيم 5، هي نفسها الجذر الخامس للأربعة وستين. حولتها الآن من صيغة الجذر إلى صيغة أسية، صار عندي لوغاريتم 4 بالنسبة لـ 64 أس 1 على 5. أحاول أبسطها أكثر، كيف؟ أحاول أني أبسط الـ 64 هذه، أحاول أني أقسمها أو أحاول أخليها 4 أس عشان أقدر أستفيد منها، يعني بالنسبة لي بتصير 4 أس 3 هي نفسها 64، صح؟ إذن 4 أس 3 تصير هي نفسها 64 أس 1 على 5. أضرب الأس في الأس، يعني أضرب 3 في 1 على 5 تصبح عندي 3 على 5، يصبح عندي هنا 4 و 4، وش يصير؟ أقدر إذا تساوى الأربعة مع الأربعة هذه أقدر أحذفها مع بعض وتصير الناتج 3 على 5، أو أطلع الأساس برا لتصبح عندي هنا
واحد والناتج يصبح ثلاثة على خمسة، أو من البداية لو كتبناها واحد قال طيب خلاص إذا اختصرناها بكتب ثلاثة على خمسة الناتج، صح يكتب ليش؟ لأن هذه تعتبر قيمة واحدة، وهذا يعتبر ثلاثة على خمسة ضرب واحد، هذه ثلاثة على خمسة ضرب واحد يساوي ثلاثة على خمسة. سؤال آخر، فكرة أخرى، مسألة جديدة، يقول حل المعادلة لوغاريتم 36 بالنسبة لإكس تساوي 3 على 2. لو بحل المسألة أو معادلة بالطريقة هذه لازم أني أحسب قيمة الإكس. كيف أحسب قيمة الإكس؟ أحاول أني أبسطها، أحاول أني أحولها لصيغة أسية. كيف أحول هذه لصيغة أسية؟ تصير 36 أس 3 على 2 تساوي مثلا إكس، هذه المعادلة الأصلية، تصير هذه عندي هنا 36 أس 3 على 2 تساوي الإكس. أخلي 36 هذه تعتبر لي 6 أس 2، يعني 6 تربيع، 6 ضرب 6، نعم 36، إذن الآن صارت 6 أس 2 على أس 3 على 2، أحاول أني أضرب الأس في الأس، 2 ضرب 3 على 2، 2 تروح مع 2 يبقى عندي 6 أس 3، 6 أس 3 يعتبر 216، إذن الإكس بتساوي 216. آخذ مثال جديد وسؤال آخر، نقول حل المعادلة التالية، لوغاريتم 2 إكس تربيع ناقص 4، لوغاريتم 2 تساوي 3 إكس. في خصائص اللوغاريتميات، يقول لك إذا تساوى لوغاريتم 2 مع لوغاريتم 2 أستطيع أني أختصرها مع بعض، صح؟ صح، نعم صحيح. إذن أحاول أختصر اللوغاريتميات مع بعض وأبدأ أحل المسألة، تصبح عندي إيش؟ لوغاريتم إذا اخترتها مع اللوغاريتم تصير يساوي إكس تربيع ناقص 4 تساوي 3 إكس. إذن إكس تربيع ناقص 4 تساوي 3 إكس. أبدأ الآن أحل المسألة وأبسطها، أحاول أجيبها الجهة الثانية، 3 إكس تصبح عندي بدل ما هي هنا 3 إكس بالموجب تجي هنا بالسالب، يصير إكس تربيع ناقص 3 إكس ناقص 4. الآن أبغى عددين بحل القوس، عددين مجموعهم سالب 4 وضربهم أو مجموعهم سالب 3 وضربهم أو مجموعهم سالب 4 وضربهم سالب 3. لو جربنا الواحد والسالب 4، واحد والسالب 4، واحد موجب وسالب 4 تطلع عندي الناتج، لو جمعناهم بيطلع معي الناتج سالب 3، أيضا السالب 4 والواحد لو ضربناهم بيطلع معي الناتج سالب 4. إذن عددين قلنا سالب 4 وموجب 1، x ناقص 4 و x زائد 1. طيب الآن عندي x ناقص 4 و x زائد 1، أما أن نقول x ناقص 4 تساوي 0 أو نقول x زائد 1 هو اللي يساوي 0. لو قلنا x ناقص 4 تساوي 0 أو x زائد 1 يساوي 0، هذه الأولى بيكون حلها x، نودي الأربعة الجهة الثانية تصبح بموجب، وجه هنا أقول x وأودي الواحد من الجهة الثانية يصبح بالسالب، يكون عندي الحل إما x يساوي 4 أو x ناقص 1. إذن أعزائي المشاهدين، أبنائي الطلاب والطالبات، لننتقل معكم لفاصل قصير ثم نعود مرة أخرى لنستكمل هذه الحلقة. طرق الاستذكار الفعالة. معظم المشكلات التي يعاني منها الطلاب في التعليم ترجع إلى جهلهم بطرق الاستذكار الجيد واستخدام عادات استذكار سيئة. وإليكم بعض القواعد العامة للاستذكار الفعال. قم بتنظيم أوقات الاستذكار واختر المناسب منها لكل مادة. اختر الأماكن الهادئة والمعدة للاستذكار. عند المذاكرة اقرأ الموضوع قراءة عامة، وضع خطا تحت الفقرات المهمة، اختبر نفسك في الموضوع الذي قرأت فيه لتتأكد من مدى فهمك. المواد التي تحتاج إلى حفظ اختر لها الأوقات المناسبة، أعط وقتا أكثر للدروس التي ترى أنها صعبة بالنسبة لك. إذا شعرت بالنوم أو الملل فلا تقاوم، بل الجأ إلى الراحة. لا تذاكر المواد المتشابهة مع بعضها، بل ضع فاصلا بينها
ولتكن مادة أخرى. تذكر أن السهر الكثير متعب لك ولصحتك ويؤثر على الفهم والاستيعاب. مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق. حياكم الله مرة أخرى مشاهدينا الكرام، أبناؤنا وبناتنا المجدين المجتهدين، لنستكمل ما بدأنا به هذه الحلقة من برنامج 100 على 100 والذي يستهدف طلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي في مادة الرياضيات. نعود مرة أخرى لنبدأ ما توقفنا معه من أسئلة ومكامن الأفكار في المنهج. نأخذ السؤال الأول، الفكرة الأولى، يقول: أوجد مجموعة حل متباينة لوغاريتم 3 لإكس أكبر من 4، ثم تحقق من صحة حلك. في البداية قبل ما أحلها يجب أن أحولها إلى معادلة أو دالة أسية، عندي المتباينة الأساسية التي هي موجودة الآن، أحولها إلى معادلة أسية بحيث تصبح الثلاثة أس الأربعة والإكس تنزل عندي الآن هنا، يصير عندي 3 أس 4 والإكس تنزل هنا، صارت الآن بصيغة أو شكل دالة أو متباينة، آسف عذرا، متباينة أسية. إذن 3 أس 4 تصبح 81، إذن الإكس أكبر من 81، إذن في عند إذن مجموعة الحل تكون إيش؟ الإكس، بحيث الإكس أكبر من 81، بحيث الإكس تنتمي إلى قيم R، ربما يكون 82 82 ونص إلى ما لا نهاية بالموجب. إذن الأعداد ستكون من 81 أو بالمفتوح بالقيمة المفتوحة إلى ما لا نهاية لنتحقق من الحل. نعوض بعدد أقل من 81 وعدد أكبر من 81 في المتباينة الأصلية لنتحقق من الحل الذي وصلنا له. عندي الدالة تصبح عندي، لو عوضنا تحقق نعوض بدالة x تساوي 9 و x تساوي 243، عدد أقل من 81 وعدد أكبر من 81، نأتي هنا نعوض مكان ال x ب 9 لتصبح لوغاريتم 3 بالنسبة لل 9 بالآلة الحاسبة. عندي صفر لوغاريتم log 3 بالنسبة لل 9 log 3 بالنسبة للتسعة، لوغاريتم 3 بالنسبة للتسعة تساوي العدد 2. هل فعلا 2 أكبر من 4؟ هل 2 أكبر من 4؟ إذن خطأ، إذن العبارة هذه خطأ، إذن فعلا القيمة هذه تصبح عدد أقل من 81 خطأ. إذن نأخذ عدد 243 ونعوض به في المعادلة هنا، تصبح لوغاريتم 3 بالنسبة ل 243 أكبر من 4. هل العبارة هذه صحيحة؟ نعتبرها، نجرب لوغاريتم 3 بالنسبة ل 243، لوغاريتم 3 بالنسبة للعدد 243 يساوي 5. هل الخمسة فعلا أكبر من 4؟ نعم الخمسة أكبر من 4، إذن العبارة هذه صحيحة وتحققنا الآن من الحل الظاهر على الشاشة. نأخذ فكرة أو سؤال جديد، قول: اكتب كل عبارة لوغاريتمية فيما يأتي بالصورة المطولة. يعني الآن الصورة الواضحة أمامي صورة مختصرة للوغاريتم، أريد أن أخذها بالصيغة المطولة. أول شيء أحاول أن أفكك الخصائص. يعني الآن عندي 6 في الإكس أس 3 في الواي أس 5 في الزد أس 1، إذن أوزع اللوغاريتم تصير اللوغاريتم 9 مع 6، هذه لوغاريتم 9 مع 6 زائد اللوغاريتم مع الإكس لتصبح هذه لوغاريتم 9 مع الإكس أس 3 زائد الواي أس 5 لتصبح لوغاريتم واي أس 7
زائد لوغاريتم اللوغاريتم 9 مع الزد لتصبح هذه اللوغاريتم 9. وابدأ الآن أني أوضح المسألة أكثر، أبدأ اللي فيها أس أحاول أطلع الأس برا، أحاول أبسطها، هنا ما في أس أنزل اللوغاريتم نفس ما هي، هنا عندي الثلاثة أطلعها برا اللوغاريتم تصبح ثلاثة لوغاريتم 9 بالنسبة للإكس، زائدا بالنسبة هنا الأس 7 أطلع برا تصبح 7 لوغاريتم 9 بالنسبة للواي، زائدا لوغاريتم 9 بالنسبة للزد أنزلها نفس ما هي، إذا الصيغة هذه تصبح الصيغة المطولة للوغاريتم الموجود المختصر أمامي. سؤال آخر، فقرة جديدة، يقول اكتب كل عبارة لوغاريتمية فيما يأتي بالصورة المختصرة. الآن العكس، أتاني بطريقة مطولة يريد مني أن أختصرها، إذا أحاول أن أضع نفس ما طلعنا، السبعة هذه كانت المفترض أنها ترجع هنا الأس، نفس الكلام هنا ما فيها هنا، هنا بالنسبة للاثنين أطلعها أرجعها للأس، يعني اللي أحاول أختصرها أرجع السبعة هذه أرجع هنا أس، أيضا هنا ما في شيء خليها نفس ما هي، الأس يبقى نفس ما هو، هنا اثنين هنا عندي أرجعها هنا فوق لتصبح أس اثنين. أبدأ أول شيء أرجع الأس، هذا هو اللوج اختصرناها، اختصرها للوج واحد، ليش؟ لأنها بتصبح الضرب جمع 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 تصبح من خصائص الضرب. اللوج السبعة رجعناها هنا تصبح A أس سبعة، البي ننزلها نفس ما هي بي، الناقص هذا بالنسبة للجمع يصبح ضرب، وبالنسبة للطرح يصبح قسمة، يصبح تحت قسمة، إذا ما دام موجود هنا طرح إذا في قسمة، إذا هذا بيصبح تحت قسمة، إذا أرجع اثنين فوق أس وأقسم على ستة أو 64 سي تربيع أو 8 تربيع، سي تربيع هي نفسها نفس العدد، إذا كتبت لها الآن بالصورة المختصرة. يقول اختر الإجابة الصحيحة، سؤال جديد، يقول اختر الإجابة الصحيحة باستعمال الآلة الحاسبة قيمة لوج 5 تساوي قيمة لوج 5. عندي الآلة الحاسبة، استعمل الآلة الحاسبة لوج 5 يساوي 0.6989 0.6989، هل موجودة من ضمن الخيارات؟ نعم موجودة، إذا 0.990، إذا 0.6990. الفقرة الثانية يقول استعمال الآلة الحاسبة أيضا أوجد قيمة لوغاريتم 3 بالنسبة للواحد 80 يساوي، أوجدها بالآلة الحاسبة. لوغاريتم، إذا عندي زرين للوغاريتم، في اللوغاريتم هذا واللوغاريتم هذا يجب أن نفرق بينها، إذا اللوغاريتم 3 بالنسبة للواحد 81 يساوي عندي قيمة ايش؟ 4، إذا من ضمن الخيارات موجودة 4؟ نعم موجودة من ضمن الخيارات الأربعة. إذا الإجابة الصحيحة تساوي 4. يقول من خصائص اللوغاريتميات لوغاريتم إكس للعشرين تساوي الأولى الثانية الثالثة الرابعة، لازم أني أعرف أول كيف ممكن أستخدم خصائص اللوغاريتميات هنا بالنسبة للجمع، يعني أحتاج أني عددين يكونوا مضروب عشان أقدر أفكها بالجمع، إذا من خصائص الضرب إحنا نفكها ونحطها علامة جمع، هنا عندي العشرين أفكها العددين، أما تكون عشرين في واحد أو تكون أربعة في خمسة، إذا لوغاريتم بيكون أربعة في خمسة عشرين، صح؟ طيب عشرين في إكس أربعة في خمسة صح، لكن هذه لوغاريتم نهيب نفس هذه، هذه لوغاريتم إكس، لوغاريتم هذه عادية، فرق بينها، إذا الإجابة بتكون لوغاريتم عددين مضروبة والناتج بيكون 20، إذا هنا 4 في 6 ما يساوي 20، إذا الإجابة الأولى لوغاريتم 4، هنا لوغاريتم 5 من خصائص الضرب أني أقدر أقسمها لوغاريتم 4 لوغاريتم 5 لحال وهذه لحال. سؤال آخر، قل اكتشف المختلف، حدد العبارة المختلفة عن العبارات الثلاثة الأخرى، يعطيني هذه العبارات فيها عبارة وأحدى العبارات مختلفة، لو لاحظنا اللوغاريتم 2 بالنسبة لـ 16، لوغاريتم 4 بالنسبة لـ 16، 3 بالنسبة لـ 9، 2 بالنسبة لـ 4، في واحدة مختلفة؟ أو في صيغة ممكن أربط بين الجميع أو في حاجة ممكن أقربها لبعض؟ نعم فيه، صح؟ إذن تكون عندي 2 أس 4
ثلاثة أس تسعة، أربعة أس آسف اثنين أس اثنين تساوي أربعة، ثلاثة أس اثنين تساوي تسعة، أربعة أس اثنين تساوي ستة عشر، اثنين أس اثنين تساوي أربعة. إذن هذه مختلفة، أعيد مرة ثانية أشرحها، نقول هذه نقدر نوجد بين العدد أربعة أس اثنين تساوي فعلا ستة عشر، هنا ثلاثة أس اثنين فعلا تساوي تسعة، هذه اثنين أس اثنين فعلا تساوي أربعة، لكن هذه لو جينا اثنين أس اثنين ما تساوي الستاعش. إذن إيش الإجابة المختلفة اللي هي الأول واحدة اللي هي لوغاريتم اثنين بالنسبة للستاعش. يقول ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. لوغاريتم ثمانية إكس ناقص ثلاثة تساوي لوغاريتم 8 x ناقص لوغاريتم 8 تساوي 3. هل أستطيع فعلا أني أقسم اللوغاريتم على الإكس والثلاثة بالطريقة هذه؟ إذن هذه تعتبر خطأ، ما أقدر أني أقسمها، إذا قسمتها كذا معناتها هنا قسمة. فعلا لو كان هنا قسمة، لو كانت هذه العلامة علامة قسمة، فعلا أنا أقدر فعلا أقسم بينها بالطرح، لكن دام أنها طرح ما أقدر أقسم بينها بالطرح. مين من خصائص اللوغاريتميات؟ الفقرة الثانية يقول لوغاريتم الخمسة 22 إكس، هل أقدر أقسمها تصير 22 والإكس الحال 22 الحال ولا 22 الحال هنا والإكس الحال هنا؟ نعم فعلا من خصائص اللوغاريتميات في حالة ضرب العددين في بعض أقسم بينهم بعلامة زائد، علامة جمع. إذن هذه العبارة صحيحة. الفقرة الثانية لوغاريتم 10 بنسبة 19 كي يساوي 19 لوغاريتم 10 كي، وش سوى هنا؟ طلع 19 برا. هل هذه من خصائص اللوغاريتميات؟ إذا هذه خطأ. لو كانت الأس هنا 19 ونزلها لي هنا أقول ممكن صح تمشي، لكن دام لها عدد هنا إذا هذه تطبق عليها خاصية الضرب من خصائص اللوغاريتميات. اللي بعدها لوغاريتم 7 إكس على 3، هنا في قسمة والقسمة من خصائص القسمة في اللوغاريتميات أنها تحول طرح. طيب هنا هل حولها طرح اكس؟ لوغاريتم 7 اكس لوغاريتم 7 طرح 3، اذا هذه فعلا حولها من قسمه الى طرح، فك او وزع اللوغاريتميه عليها عن طريق الطرح. اذا هذه من خصائص اللوغاريتميات، هذه العباره صحيحه. لوغاريتم 2 واي اس 5 شال الاس نزلها برا صارت 5 لوغاريتم 2 واي، هل هذه صحيحه؟ نعم من خصائص اللوغاريتميات اني اقدر اشيل الاس اللي فوق واطلع برا اللوغاريتم، اذا هذه العباره صحيحه. اذا اعزائي المشاهدين ابنائي الطلاب والطالبات، نكون قد اقتربنا من الجزء الاخير من هذه الحلقه والمخصص لاستقبال اسئلتكم واستفساراتكم، وليتسنى لنا ان نجيب عليها عن طريق الهاشتاج 100 على 100. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين أخواني الطلاب والطالبات مرة أخرى في الجزء الأخير من هذه الحلقة لمادة الرياضيات لبرنامج 100 على 100. نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم ونجيب عليها في هذا الجزء من الحلقة عن طريق هاشتاج البرنامج 100 على 100. نبدأ بأولى الأسئلة، نستعرضها الآن أمامي. السؤال الأول يسألني عن، يقول لو حولنا اللوغاريتم الدالة لوغاريتم 2 يساوي لوغاريتم 2 عندي دالة ودالة تساويها، هل ينطبق عليها في المتباينة؟ كذا في السؤال. نعم ينطبق عليها في المتباينة، أبدأ أحذف اللوغاريتم مع اللوغاريتم إذا كانت متشابهة، لوغاريتم 2 مع لوغاريتم 2، إذا كانت لوغاريتم 5 مع لوغاريتم 5، إذا كان في تشابه نعم تنطبق، ما ينطبق على المعادلات عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة ينطبق أيضا على المتباينات. أبدأ أحذف اللوغاريتم مع بعض وأبدأ أحل مع المتباينة نفس طريقة حل المعادلة. سؤال آخر يقول لو أتاني دالة أسية، يعني نقول مثلا
كاتب 7 أس إكس ناقص 1 زائدا 7 يساوي 8. حل المعادلة هذه، قول حل المعادلة هذه، يعني يريد مني إيجاد عزيز الطالب إكس. إذن أحتاج أني أضع مكان 7 أس إكس ناقص 1 زائد 7 يساوي 8. إذن أحتاج أني أخلي قيمة السبعة هذه 1 لتصبح 1 زائدا 7 يساوي 8. طيب كيف أخلي السبعة تصير قيمتها 1؟ لازم أخلي الأس كم؟ نعم صحيح عزيز الطالب، لازم أن يكون أس 0. إذن لازم يكون 7 أس 0 يساوي 1 زائدا 7 تساوي 8. طيب إذن كيف أحقق المعادلة هذه إذا كان عندي إكس ناقص 1؟ فكر عزيز الطالب كيف إكس ناقص 1 كيف أخليها تساوي 0؟ نعم صحيح، اللي قال 1 ناقص 1 تساوي صحيح 0 فعلا. إذن أعوض مكان الإكس بواحد تصبح 1 ناقص 1 تساوي 0، 7 أس 0 يساوي 1، 1 زائدا 7 يساوي 8. إذن حل المعادلة يصبح إكس يساوي 1. نستعرض أيضا أسئلة الأخرى، يقول هنا كيف إيجاد مجموعة حل المتباينة؟ كيف أوجد مجموعة حل المتباينة؟ لو كان عندي لوغاريتم 8 أكبر من 2، لوغاريتم 8 أكبر أو يساوي مثلا 2، لو بوجد مجموعة الحل للوغاريتم هذا يجب علي أولا أحولها أسية، يعني أقول لوغاريتم 8 إلى 2 أحولها أكبر أو يساوي مثلا 2، تصير 8 أس 2 يصير عندي X أكبر أو يساوي 8 تشيل 2 تصير 8 أس 2 X أكبر أو يساوي 8 أس 2. إذن 8 أس 2 تصبح كم؟ 8 في 8 نعم صحيح 64. إذن X أكبر أو يساوي 64. إذن مجموعة الحل تصبح بين قوسين المجموعة X، بحيث X أكبر أو يساوي 64. يسألني سؤال آخر يقول لو كانت اللوغاريتمية في الأس، لو كانت اللوغاريتمية في الأس عزيزي الطالب يجب أن نعلم أن من خصائص اللوغاريتميات، في عدة خصائص للوغاريتميات يجب أن نعلمها قبل ما أشرح جزئية الأس. قل لو جاني لوغاريتم X بالنسبة للواحد يساوي كم؟ دائما لوغاريتم أي عدد X، أي عدد لنفترض أنه أي عدد X بالنسبة للواحد يساوي دائما صفر. طب لو جاني مع لوغاريتم X أس إن، الناتج بيكون إيش؟ بيكون X لوغاريتم X بالنسبة لX أس إن، إذا الناتج بيكون إن نفسه هو الأس. يعني لو كان لوغاريتم 5 بالنسبة لـ5 أس 3 الناتج إيش بيكون؟ بيكون نعم 3. أيضا بالنسبة للأس يجب أن نعلم أن الأس في أي دالة، عندي لما تصبح عندي رقم مثلا 3 أس لوغاريتم، إذا سيصبح عندي الجزء الأعلى، إذا سيصبح عندي الجزء الأعلى بالنسبة للمعادلة تصبح معادلة أسية. لكن يجب أن نلاحظ أن أي معادلة لوغاريتم X بالنسبة لX أسي، السي هي تصبح الناتج. إذا أستفيد من الأس هذا أني أخذه الناتج. إذا أتاني اللوغاريتم فوق أعامل معاملة الأس وأخذ السي هو الناتج فقط إذا كان الأساس فوق مع اللوغاريتم X يساوي X. إلى هنا أعزائي المشاهدين أخواني الطلاب والطالبات نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، ونعتذر لمن لم يسعفنا الوقت للإجابة عن سؤاله، ونعيد لكم بإذن الله بالإجابة على جميع أسئلتكم واستفساراتكم في الحلقة القادمة، ونتمنى أن نكون قد وفقنا في الطرح وأفدناكم. نشكر لكم طيب المتابعة وحسن الاستماع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله.